السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا في كل مكان إلى تغطيتنا المتواصلة للأخبار الطبية والعلمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد في برنامج مع الحكيم. أحييكم أنا أحمد صبحي من استوديو المنزل، ونتابع في هذه التغطية مجموعة من الأخبار المهمة الجديدة، ونحمل خبرا سارا ننتظره جميعا عن موعد توفر لقاح فيروس كورونا. نتعرف إلى أحدث دراسة تتعلق بتأثير غير متوقع لأجهزة التنفس الاصطناعي على مرضى كوفيد-19، كما نتابع عن قرب ما يحدث في إسبانيا. وسيكون معي في هذه الحلقة من الدوحة دكتور حسان الصواف استشاري الأمراض الصدرية والعناية المركزة، ومن فالنسيا بإسبانيا دكتور محمد ولد دحو أخصائي طوارئ وعناية المركزة في إسبانيا. ونبدأ بهذه المجموعة من الأخبار المهمة. أهلا بكم من جديد. جامعة أكسفورد تطمئن العالم وتقول إن لقاح فيروس كورونا المستجد يمكن أن يكون جاهزا في سبتمبر. وتقول قائدة الفريق البحثي العالمة البريطانية سارة جيلبرت إنها واثقة بنسبة 80% من الاختبارات، وأنه من المتوقع أن تبدأ الاختبارات على الأشخاص في الأسبوعين المقبلين، ويمكن أن يكون اللقاح المضاد لفيروس كورونا جاهزا بحلول سبتمبر. وشددت سارة جيلبرت أستاذة علم اللقاحات في جامعة أكسفورد أنها واثقة بنسبة 80% من أن اللقاح سيعمل، وأضافت أن الأمر ليس مجرد حدس، وأن كل أسبوع يمر يصبح لدينا المزيد من البيانات للنظر فيها للتأكد من نتائج اللقاح الإيجابية. والملفت أن الجامعة الأمريكية العريقة جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اعتبرت أن فريق جيلبرت في أكسفورد البريطانية جزء من جهد علمي عالمي للعثور على لقاح مضاد للفيروس المستجد الذي أودى بحياة عشرات الآلاف حول العالم. أثر غير متوقع لوضع مرضى كورونا على أجهزة التنفس الاصطناعي. رجحت تقارير طبية أن يكون وضع مريض كورونا على جهاز تنفسي عاملا أكبر لتعريضه للخطر. ووفقا لرئيس الجمعية الدولية لجراحة الأوعية الدموية الدكتور شريف سلطان، فإن أجهزة التنفس قد تسبب ضررا في الأكسجين الموجود بالدم لدى المريض. واعتبر الدكتور شريف أن وضع أنبوب في القصبة الهوائية لدفع مزيج من الهواء أو الأكسجين بواسطة أنابيب بلاستيكية تدخل من الفم أو الأنف أو ما يعرف بالتنبيب في حالات الطوارئ يمكن أن يؤدي إلى أضرار لدى المصابين، ناهيك عما يحدث من مضاعفات من تندب القصبة الهوائية. من جانبها نقلت صحيفة الديلي ميل عن خبراء أن حالات في الصين وإيطاليا والولايات المتحدة تظهر أن أقل من نصف المرضى الذين يجرى إنقاذهم على الأجهزة يتعافون، ولكن الخبراء غير متأكدين من سبب ارتفاع معدلات الوفيات. وأشارت الصحيفة أن ما لا يقل عن 80% من مرضى كوفيد-19 في نيويورك من الذين وضعوا على جهاز التنفس الصناعي توفوا. معنا من الدوحة دكتور حسان الصواف استشاري الأمراض الصدرية والعناية المركزة للتعليق على هذه الأخبار. ونبدأ معك دكتور حسان لتوضح لنا أكثر تفاصيل هذه النتائج البحثية على استخدام أجهزة التنفس الاصطناعي. أول شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا على الاستضافة. الحقيقة كانت الأخبار مفاجئة، فيها مفاجآت هائلة بالنسبة لآلية المرض، كيف يحدث الفيروس المرض داخل جسم الإنسان. كانت الأنظار تتوجه سابقا إلى الرئتين، حيث تظن أن المشكلة الرئيسية تكمن في الرئتين حيث الالتهاب هناك، ولكن وجدت نظريات حاليا تظهر بأن الفيروس أول ما يصيب الدم وبالذات الكريات الحمر، ويؤثر على الكريات الحمر بحيث يتخلى الكريات الحمر عن الحديد التي هي عادة مرتبطة به. يساعد الحديد عادة على نقل الأكسجين من الرئتين إلى بقية أنحاء الجسم. الحديد عبارة عن أداة توصيل للأكسجين إلى كافة أنحاء الجسم. بسبب الفيروس تبين أن هذا الحديد تتخلى عنه الكريات الحمر، وبالتالي تصبح غير فاعلة في نقل الأكسجين من الرئتين إلى بقية أنحاء الجسم. ولذلك الرئتين تعملان بشكل جيد أثناء الإصابة وخاصة في المراحل الأولى من الإصابة، ولكن للأسف لا يتم نقل الأكسجين من الرئتين إلى الكريات الحمر، وبالتالي يبقى الجسم في حالة عوز شديد للأكسجين. وهذا السبب الذي تبين فيما بعد أن الوضع المريض في بعض الحالات على أجهزة التنفس لن يفيد كثيرا هذا المريض، لأن المشكلة ليست في الرئتين في الجهاز الرئتين بذاته، وإنما في نقل الأكسجين من الرئتين إلى الأكسجين. هنا تكمن المشكلة، ويتم الآن إجراء تعديل في العلاج بحيث يمكن وضع كميات كبيرة من الأكسجين للرئتين كي نتجاوز هذه المرحلة. اعتبرت كأنه انسمام بغاز الكربون، يحدث أحيانا هذا المرض انسمام الكربون، يؤدي إلى ضيق في التنفس شديد وعدم إمكانية نقل الأكسجين إلى الجسم. تكون مشكلة ليست في الرئتين وإنما في الكريات الحمر بحد ذاتها. طيب، ولكن يا دكتور نريد أن نفهم بالضبط لماذا تكون أجهزة التنفس الاصطناعي مضرة لبعض حالات الإصابة بكورونا بطريقة مبسطة؟ طيب، الرئتين عبارة عن جهاز يفيد في أخذ الأكسجين من الهواء وضخه إلى الدم. الآن هذا الجهاز يعمل بطريقة مقبولة. عندما نضع جهاز تنفس، أي جهاز نضعه في داخل الجسم له فوائد وله محاذير. نحن لن نستفيد من فوائده لأن الرئتين أصلا تعمل بطريقة مقبولة، ولكن يوجد له سيئات، منها الضغوط المرتفعة على الرئتين، هي نحملها عبء أكثر من اللازم، نعطيها الضغط عالي من الهواء، من البيب. أحيانا نضطر لإعطاء البيب اللي هو الضغط ما في نهاية التنفس يكون عالي على الرئتين، يؤدي إلى أضرار أحيانا في الرئتين. تنبيب، وضع الأنبوب في الرغامة في القصبة الهوائية الرئيسية أحيانا له تأثيرات جانبية على المدى الطويل. إذا نحن حملنا المريض اختلاطات ولم نفيده في هذا العلاج. طيب دكتور، الوسيلة الأفضل لعلاج المريض الذي يعني تعتبر حالته متأخرة بسبب فيروس كورونا؟ هلا يوجد عدة طرق لإفادة هذا المريض. إذا اعتبرنا أن بالأصل المريض عنده رئتين سليمتين من الأمراض، ليس مدخنا ولا يوجد عنده أمراض في الرئتين، الأفضل إعطاءه كميات كبيرة من الأكسجين بضغط عالي جدا، هذا يفيد المريض. أحيانا نقل وتبديل الدم أيضا يفيد المريض. بلازما فيريز كمان، يعني تنقية البلازما تفيد المريض كثيرا. هلا في مرحلة متقدمة جدا جدا عندما يصبح المريض متعب منهك لا يستطيع أن يتنفس، ممكن في هذه المرحلة وضعه على جهاز تنفس. طبعا هؤلاء المرضى جميعا يستفيدون من علاج مبكر بالأدوية المتوفرة اللي هي هيدروكسي كلوروكين، بالإضافة للدواء الثاني هو زيستروماكس، بالإضافة لبعض الأدوية الداعمة. طيب دكتور، يعني كنا نقول أن من قوة النظام الصحي أن يكون متوفر لديه مزيد من أجهزة التنفس الاصطناعي. هل هذه الدراسة تشير إلى أن توفر هذه الأجهزة غير مهم في حالة وباء كورونا؟ هلا توفر الأجهزة مهم، هو لا ممكن نحتاج في مراحل متقدمة جدا، ولكن كان يظن الأطباء في بداية الوباء أن جميع هؤلاء المرضى يستفيدون من علاج بالمنفسة، وضعهم على الجهاز المنفسة الاصطناعية. ولكن فيما بعد تبين أن الكثير من المرضى يضعون على أجهزة التنفس ولن يستفيدوا من هذه طريقة العلاج، وبالتالي ممكن أن تضرهم كما ذكرنا، لأنها تعرض الرئتين أحيانا لضغوط عالية، تعرضها لنوع من ما يسمى بالريح الصدرية، نوع من الرض على الرئتين، أحيانا ندبات في القصبات الهوائية، لها اختلاطات قد تعرضهم هم بغنى عنها. يعني نحن ندع المنفسة لمراحل خاصة ومتقدمة من هذا المرض. عظيم. أخيرا دكتور، ما رأيك في إعلان جامعة أكسفورد البريطانية وبمباركة من جونز هوبكنز الأمريكية عن توفر اللقاح لكورونا في سبتمبر المقبل؟ والله هو الحقيقة الخبر ظهر من يومين أو عدة أيام قريبة، يؤكد تماما أن اللقاح اليوم تم إعلانه على الملأ العادي، ولكن بين الوسط الطبي من يومين ثلاثة يتكلم بهذا اللقاح. هو لقاح يبدو أنه قد يكون فاعلا، والمهم في هذا اللقاح أنه سيكون سريع، يعني حسب المتوقع بشهر سبتمبر، شهر 9 أيلول قد يكون متاح لإعطائه للمرضى، يعني فترة التجربة قد تكون انتهت، ويعني إن شاء الله يبدو أنه واعد هذا اللقاح. نتمنى ذلك. أشكرك جزيل الشكر دكتور حسان الصواف، استشاري الأمراض الصدرية والعناية المركزة، كنت معنا من الدوحة. شكرا جزيلا لك. شكرا لكم. نتابع مزيد من الأخبار بعد هذا الفاصل. أنا من جديد. من ناحية أخرى، إيطاليا تسجل أدنى حصيلة وفيات يومية بكورونا منذ أسابيع ب 431 حالة وفاة. يبدو أن الإجراءات الإيطالية بدأت تؤتي ثمارها، فبالرغم من وصول عدد الوفيات في إيطاليا إلى نحو 20,000 ومعدل الإصابات تخطى 155,000، إلا أن عدد الإصابات والوفيات اليومية يتجه إلى التراجع. وإلى إسبانيا، إذ نشرت صحيفة جارديان البريطانية خبرا عن أسباب انتشار كورونا المستجد في إسبانيا، وقالت إن مدريد كانت تعتقد أنها بعيدة عن الخطر في البداية، وفقا لتصريحات رئيس قسم الطوارئ الطبية في مدريد فرناندو سيمون، الذي قال لن يكون لدى إسبانيا سوى عدد قليل من الحالات. لكن الصحيفة أرجعت الانتشار لسببين: الأول في 19 من فبراير شباط، إذ اختلط 2500 من مشجعي كرة القدم التابعين لنادي فالنسيا الأسباني مع 40,000 آخرين من مشجعي نادي أتلانتا الإيطالي في مباراة ضمن دوري أبطال أوروبا في بيرجامو بإيطاليا. والسبب الثاني هو السماح بتنظيم فعاليات يوم المرأة العالمي في إسبانيا، الأمر الذي شجع على زيادة نسب الإصابة بالفيروس نتيجة للأعداد الكبيرة التي شاركت في المسيرات. من ناحية أخرى، قال معهد التقييم الصحي بجامعة واشنطن في دراسة جديدة إن إسبانيا وإيطاليا لن تكونا الدولتين الأكثر إصابة بفيروس كورونا في أوروبا، وأن دولا أخرى قد تكون في البداية. تشير توقعات المعهد إلى أن كوفيد-19 قد يودي بحياة أكثر من 19,000 شخص حتى الرابع من أغسطس في إسبانيا، وقد يودي بحياة أكثر من 150,000 في أوروبا، بينما في الولايات المتحدة قد يبلغ عدد الوفيات أكثر من 80,000. وتحذر الدراسة من انتشار الوباء في دول أوروبية في المرحلة المقبلة هي هولندا، البرتغال، وفرنسا، وإيرلندا، والنمسا، ولوكسمبورغ. ولكن تنفيذ التباعد الاجتماعي بشكل جيد قد يلعب دورا في تقليل عدد الإصابات والوفيات. إسبانيا تختبر عقاراً لكوفيد-19 في تجربة سريرية رائدة في برشلونة. قام العلماء بتجارب لاختبار ما إذا كان عقار معالجة الإيدز سيخفف من الأعراض الفيروسية غير الشديدة لمصابي كوفيد-19 ويساعد في تقليل العدوى، وفي نفس الوقت سيجرب الباحثون دواء مضادة للميكروبات، أي المضادات الحيوية والهيدروكسي كلوروكين، كمحاولات للعلاج. فإذا نجحت تلك التجارب فستقلل من الأعداد المصابة والوفيات، وستفتح بابا في إعادة التفكير في التدابير الوقائية مثل العنزل المنزلي. هذه التجربة السريرية نالت الموافقة من منظمة الصحة العالمية والوكالة الإسبانية للأدوية والمنتجات الطبية. ينضم إلينا من فالنسيا دكتور محمد ولد دحو، أخصائي الطوارئ والعناية المركزة في إسبانيا. أهلا وسهلا دكتور محمد. أهلا وسهلا بك وشكرا على الاستضافة في هذه القناة الموقرة. أشكرك جزيل الشكر. في البداية، ما زالت أعداد الوفيات والإصابات في إسبانيا مرتفعة. صف لنا الوضع هناك في ظل أخبار عن تخفيف البدء في تخفيف بعض إجراءات العزل والحجر المنزلي. مساء الخير، أحييك الأستاذ أحمد وأحيي قناة الجزيرة الموقرة على هذه الاستضافة. بلا شك منحنى الإصابات والحالات المؤكدة بفيروس كورونا بدأ في الصعود الصادم ولما يتوقعه الخبراء ولا الأطباء هنا في إسبانيا، وكان الصعود صادما كما قلت، ووصلنا قبل يعني الأسبوع الماضي وهذا الأسبوع إلى مستوى الذروة، وبدت هناك بعض المعالم السيطرة على هذا الوباء، على هذه الجائحة، بعد اتخاذ مختلف الإجراءات الاحترازية كالتباعد الاجتماعي، كسبل الوقاية، استعمال الأقنعة، استعمال الكمامات، وكل الوسائل المتاحة من أجل القضاء على هذا الوباء. ونلاحظ هذا الأسبوع وأمس وأول أمس أن بدأ هناك تراجع طفيف، انحدار للمنحنى، فهذا يذكر ويعطينا أمل أن هناك فيه بصيص أمل في منتهى النفق، وسنخرج إن شاء الله من النفق، ولا نخرج فقط وإنما سيكون هناك نخرج إلى الضوء ونقضي على هذا الوباء إن شاء الله في إسبانيا وفي غير إسبانيا إن شاء الله. إلى أي مدى دكتور تشارك إسبانيا في جهود البحوث المتعلقة بفيروس كورونا، وهل صدرت أي دراسات بارزة تكشف بعضا من خصائص هذا الفيروس؟ هناك طبعا دراسات في إسبانيا، في مدريد وفي برشلونة كما تفضلتم. هذه الدراسات عموما هناك سباق أوروبي، فرنسي، إسباني، إنجليزي، مع أمريكا، مع كل العالم، من أجل وهناك عشرات الشركات في العالم تبدأ في هذا المجال من أجل البحث عن لقاح، فاكسين يكون فعال من أجل القضاء على هذا المرض. والدراسات كما تعلمون هي دراسات من أجل إنتاج لقاح فعال. لابد لنا أول شيء هو نجري هذه التجارب على الحيوانات، ثم ننقلها إلى التجارب السرية على الإنسان، وهذه المدة تطول، وكما ذكرتم وتفضلتم هي أكثر من كما 6 أشهر أو حتى عام أو عام ونص. نعم. لا يعني أريد أن أسأل عن نقاط محددة. العالم مشغول الآن بخصائص الفيروس، طريقة نقل العدوى، يعني مدة بقاء الفيروس في الهواء إن كان ينتقل عن طريق الأسطح، من خلال الحالات الكثيرة الموجودة في ألمانيا وتفاعل الأطباء وتعامل الأطباء مع المزيد من الحالات أكثر من غيرهم في بلاد أخرى. هل تم تشريح مثلا بعض الجثث للتعرف أكثر على ما يفعله الفيروس؟ هذا ما أقصده تحديدا دكتور. بالنسبة فيما يتعلق بوسائل نقل العدوى، فهي عن طريق الهواء، عن طريق التنفس، عن طريق استنشاق أو الرذاذ أو المتطاير، عن طريق العطس، عن طريق السعال أو الكحة، أو عن طريق كذلك لمس الأجسام والأسطح والأثاث ومقابض الأبواب. كل هذه لأنه ينتقل مباشرة عن الجهاز التنفسي وليس عن طريق الجلد أو عن طريق أي شيء آخر. هذه وسائل انتقال الفيروس. نعم. طيب، السياسة التي تتبعها إسبانيا في الفحص، هل يعني تتبع سياسة فحص المزيد من الأعداد؟ هل هناك أرقام تتعلق بمعدلات الفحص لديكم؟ فيما يتعلق بالفحص، هناك الفحص للأطقم الطبية، الناس الذين يشتغلون في قطاع الصحة عموما، هذا من ناحية، والناس الذين لهم طبعا المرضى ومن يذهب إلى المستشفيات أو المراكز الصحية، هناك تجري اختبارات، وهو إما الاختبار السريع أو الاختبار PCR هو الاختبار. هناك عدة اختبارات، بعضها يأخذونها عن طريق التنفس والأنف والحنجرة، وبعضها هو عن طريق الدم. والاختبارات بعضها سريع ويعطي النتيجة في 10-15 دقيقة، ولكنه ليس دقيق. بينما الاختبار PCR اللي هو لازم يكون هناك يعني أطقم مدربة على استخراج، ويستغرق من 4 ساعات فما فوق. نعم. طيب دكتور، هناك ضجة مثارة عن يعني موضوع الدفن جثث المصابين بفيروس كورونا مع ازدياد أعداد الوفيات في أسبانيا، كيف يتم التعامل مع هذا الأمر عندكم؟ فيما يخص الدفن، الجثث الموتى لا ينقلون حسب منظمة الصحة العالمية، وهي لا عندها المصداقية في هذه الأمور. المريض الميت الجثة لا تنقل المرض إلى والعدوى إلى الإنسان السليم. ولكن علينا اتخاذ كل التدابير الاحترازية، من لبس القفازات، الكمامات، اللباس، الأقنعة، وتعقيم اليد، وغسل اليدين قبل لمس الميت. هذه كلها تدابير، وتدابير لازم اتخاذها قبل دفن الميت. ولكن الجثة لا تعدي ولا تنقل عدوى، والميت لا ينقل عدوى إلى الإنسان السليم. طيب دكتور، ما رأيك في التحذيرات من مخاطر استخدام أجهزة التنفس الاصطناعي في بعض حالات الإصابة بكورونا؟ بالنسبة لأجهزة التنفس الصناعي، ما هي أجهزة التنفس الصناعي؟ جهاز التنفس الصناعي ما هو إلا عبارة عن ماكينة موجودة وتضخ الأكسجين إلى الرئتين. ولكن تضخه كيف؟ لا، يتم تنويم المريض المصاب قبل تنويمه، يكون راقدا تنويمه من أجل إدخال هذا الأنبوب. وعندما يدخل الأنبوب يتم ضخ الأكسجين بضغط معين، وهذا كله يؤثر على الإنسان. أي إنسان، لو أخذنا أي إنسان من الشارع سليم شاب وقمنا بعملية انتوبيشن، عملية إدخاله للجهاز، فهناك له مضاعفات جانبية. فما بالك بإنسان مريض مرهق منهك، فطبعا لها مضاعفات جانبية، لأنها أحيانا حسب الدراسات الأخيرة على أن المرضى لا يموتون بالفشل التنفسي أغلبهم، وإنما يموتون بترومبوسيس. الترومبوسيس وهو عبارة عن التجلطات في الأوعية في الرئة. طيب دكتور، أخيرا ما رأيك في اللقاح الذي يعني انفردنا بإعلانه في هذا البرنامج في بداية البرنامج عن لقاح قريب في شهر سبتمبر وفقا لما أعلنته جامعة أكسفورد؟ والله هذا اللقاح كما قلت هناك سباق من أجل استخراج اللقاحات. واللقاح حسب ما ذكرت جريدة التايمز وما ذكر في الأوساط العلمية، على أنها الدكتورة جيلبرت، الأستاذة جيلبرت من جامعة أكسفورد، هي اللي أكدت أنه اللقاح 80% سيكون جاهزا في مدة 6 أشهر. طبعا هذا خبر صار وأنا مفرح، ولكن لازم لا يجب علينا أن نفرح نسرف في التفاؤل. فهذا بارقة أمل، ولكنها لا أظن أنه سيكون في 6 أشهر، لأنه هناك لازم أن يتم استخدام كل التجارب السريرية وإثبات ذلك وتقديمه وقبوله منظمة الصحة العالمية التي عندها أكثر مصداقية من أي جهة أخرى في أي دولة. أخيرا دكتور، ما هي النصائح التي تقدمها للمشاهد العربي في ظل ما نعيشه الآن من خطر وباء كورونا المستجد؟ النصائح هو اتخاذ كل الإجراءات المطلوبة، وهي الحجر الصحي. والحجر الصحي هو عبارة عن حظر، أو كما نحن العرب الأغلبية يعرفون الاعتكاف، فهو اعتكاف مع فرق في النية. فاعتكاف في البيت مع فرق فنية واتخاذ كل التدابير الوقاية من استعمال الكمامات، من استعمال القفازات، من استعمال الأقنعة الواقية، من تعقيم، من استخدام المناديل، الاستخدام والابتعاد عن مناطق الاكتظاظ والتجمهر، وهذا كل، وطهي الطعام طبعا، واستعمال استخدام الخضروات والفيتامينات واستخدام الزنجبيل والليمون، كلها من أجل تقوية المناعة. وندعوهم كذلك الى الطمأنينة وعدم الضجر وعدم ورفع المعنويات وعدم الشماتة في الغير، في أي دولة اجتمت في دولة أخرى، فهذه معركة مصيرية. والعالم كله نحن في سفينة نوح، وسفينة نوح كما تعرفون هي سفينة نوح، وهذا الوباء أو الجائحة خبيث وسريع الانتشار في إسبانيا وفي غير إسبانيا. وتمنى للعرب وغير العرب العجم، للناس البشرية كلها، التقدم وتخطي هذه المرحلة. أشكرك. الصارمة في حياة البشرية جمعاء، وجزاكم الله خير. شكرا جزيل الشكر دكتور محمد ولد دحو، أخصائي الطوارئ والعناية المركزة، كنت معنا من فالنسيا الإسبانية، شكرا جزيلا لك. شكرا شكرا. كذلك أشكركم مشاهدينا على المتابعة، وإلى اللقاء.